ونشاهد مع حضراتكم إطلاق 96 طلقة مدفعية حدادا على الملكة إليزابيث الثانية من عدة مواقع في المملكة المتحدة، من قصر باكنغهام وأيضا من برج لندن وأيضا من مركز القوات البحرية البريطانية. يتم إطلاق هذه الطلقات المدفعية حدادا على الملكة إليزابيث الثانية، وهو من المراسم الخاصة بالبروتوكول البريطاني في هذه المناسبات الخاصة بالعزاء وتقديم المواساة. هذا حدادا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، يتم إطلاق هذه الطلقات المدفعية من عدة مناطق في المملكة المتحدة. هذه الصور متنوعة، هناك من برج لندن كما تشاهدون وأيضا من مركز القوات البحرية البريطانية. يتم إطلاق هذه الطلقات المدفعية وسط حضور حشد من المواطنين البريطانيين الذين ذهبوا لأماكن الإطلاق حزنا وحدادا على ملكتهم. حالة من الحزن الشديد تخيم على بريطانيا، حزنا على الملكة الأطول حكما في تاريخ بريطانيا، والتي توفيت بعد تدهور حالتها الصحية في الأشهر القليلة الماضية. حكمت إليزابيث الثانية بريطانيا لفترة هي الأطول، ما يقرب من 70 عاما، واجهت فيها العديد من التحديات الداخلية وأيضا العائلية فيما يتعلق بالأسرة المالكة، ولكنها أثبتت نجاحا كبيرا اتسمت به على مر هذه العصور. وتنضم إلينا مراسلة العربية كارينا كامل. مرحبا بك كارينا. هناك وكما نشاهد على الهواء مباشرة إطلاق الطلقات المدفعية من أماكن عدة، يمكن أن تشرحي لنا هذه الأماكن وكيف يبدو تفاعل المواطنين البريطانيين مع هذه اللحظات؟